أهلا بكم. قال صحيفة نيويورك تايمز إن الحكومة العراقية تحاول السيطرة على ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي عبر ملاحقة المؤثرين على تلك المواقع من خلال التهديد بالسجن أو الموت. وأكدت الصحيفة الأمريكية أن الحكومة تريد من خلال هذه الإجراءات منع أي توجه لتجدد التظاهرات الشعبية التي حدثت قبل 4 سنوات، تظاهرات تشرين. ويقول الناشطون العراقيون إن الهدف من هذه الإجراءات هي إخراس وإسكات أي انتقاد لأي من قوى السلطة قد يؤدي في المستقبل إلى تحشيد الرأي العام العراقي وتفجر التظاهرات الشعبية من جديد. وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت أن الحكومة العراقية قد أعارت طرح مشروعي قانونين في البرلمان لتقييد الحق في حرية التعبير العامة والتجمع السلمي. وسيمنح مشروع القانون أو مشروعا القانونين بشأن حرية التعبير والتجمع السلمي السلطات في العراق غطاء لقانون معتمد ديمقراطيا للمحاكمات التعسفية لأي منتقد للسلطة وفسادها. محاولات قوى السلطة في العراق منع تجدد ثورة تشرين عبر ملاحقة الناشطين والشباب واستهدافهم هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: لماذا تزايدت هواجس حكومة الإطار التنسيقي والميليشيات من تفجر ثورة شعبية جديدة على غرار ثورة تشرين التي كادت أن تسقط العملية السياسية؟ وهل ستنجح الحكومة وميليشياتها في السيطرة على ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي عبر التهديد بالقتل أو السجن أو التغييب؟ وإذا كانت الكواتم والاغتيالات لم تسكت مناهضي السلطة، فهل ستنجح هذه الإجراءات المغلفة بالقوانين بحجة التصدي للمحتوى الهابط؟ وأين أصبحت حرية التعبير في ضوء الإجراءات القمعية والقوانين الجديدة التي تريد إخراس أصوات مناهضي النظام الطائفي الفاسد؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، قحطان الخفاجي، صباح الناصري. الخوف من غضب الناس وتمردهم على واقعهم المزري يدفع المنظومة الحاكمة في العراق إلى اتباع كل الوسائل لتكميم الأفواه وملاحقة من يفضحون الفساد ويطالبون بثروات بلادهم المسروقة وحريتهم المسلوبة. ومن مشروع الجرائم الإلكترونية الذي قيد حرية الناشطين إلى مشروع حرية التعبير والتجمع السلمي الذي يسعى البرلمان إلى تشريعه وجعله وسيلة لتقييد الحريات ومنع أي انتقاد يوجه للفاسدين في السلطة. منظمة العفو الدولية اعتبرت القانون المقترح بشأن حرية التعبير والتجمع السلمي غطاءً للمحاكمة التعسفية لأي شخص يدلي بتعليقات عامة تنال من ممارسات الأحزاب والكتل الحاكمة. وأعربت المنظمة عن قلقها من هذا المشروع الذي يضيف صفحة سوداء أخرى إلى القضاء الذي يخضع لأهواء السياسيين النافذين. القوانين الجديدة تحد من حرية الوصول إلى المعلومة وتحمل كلمات فضفاضة يمكن استغلالها لاعتقال أي شخص تريده الأحزاب الحاكمة بحسب ما أكدت منظمة العفو الدولية. حقوقيون عزوا استعجال السلطات في سن هذا القانون إلى خوفها من عودة التظاهرات إلى الشارع مجدداً، لذلك يمكن لهذه القوانين ولا سيما قانون التجمع السلمي أن تمنع اندلاع أي تظاهرات وتتيح ملاحقة الناشطين البارزين فيها تحت ذريعة الإخلال بالقانون العام وإثارة الشغب وغير ذلك من التهم التي تسوغها القوانين الجديدة. الفشل الحكومي في تقديم أي إصلاحات ترضي المواطنين دفع الأحزاب للجوء إلى محاربة الناشطين وقمع الثائرين تحت ذرائع لا يمكن قبولها في أكثر الأنظمة استبداداً، لكن العملية السياسية تدرك أن وجودها مرتبط بقهر الناس على قبول الأمر الواقع وأنها فقدت أي دعم شعبي بعد أن أيقنت أن التظاهرات المتعاقبة هي الطريق الذي اختاره الشعب العراقي لتغيير المشهد السياسي بالكامل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في الملاحقات الميليشيات وقوى السلطة للناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي والمدونين وسن قوانين جديدة، وهذا كله خوف من تفجر ثورة
ثورة جديدة شعبية على غرار ثورة تشرين. ضيوف طاولة الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا عبر سكايب أيضا أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان خفاجي، ومعنا أيضا من تورنتو في كندا أستاذ العلوم السياسية في جامعة يورك الدكتور صباح الناصري. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور رافع. الحقيقة هناك مخاوف وهواجس بدأت تتزايد عند السلطة وعند حكومة الإطار والميليشيات من تجدد التظاهرات، تظاهرات تشرين التي ما زالت الحقيقة حتى مع انتهائها تؤرق قوى السلطة، تخيفها، تزعجها، فلذلك هناك خوف منها. هذه الهواجس دقيقة في محلها؟ هناك مؤشرات عليها أم هي فقط وساوس للسلطة لا يدعمها الواقع طبعا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وحييك أستاذ ماجد وحيي ضيوفك الكرام. حقيقة أريد أن يعني ألخص القضية بهذا الشكل. أنه من عام 2003 لحد الآن 20 سنة مضت، الوضع فوضوي بالشكل العام، فوضوي، وهو فيه فوضى في كل الاتجاهات في كل المستويات، على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الأمني، كل المستويات فيها فوضى عارمة. لكن داخل هذه الفوضى، لكي تحافظ على هذه الفوضى لابد من وجود خطوات مدروسة وعمل مدروس لإدامة هذه الفوضى. لذلك عندما تنظر إلى الوضع الآن بعد 20 سنة سترى أن كل الخطوات التي تحققت من قبل كل هذه القوى التي في العملية السياسية على الأقل للحفاظ على هذه الفوضى كانت مدروسة وبدقة، يعني من تشكيل الميليشيات، من السيطرة على الاقتصاد، من السيطرة على الحكومات، من تهجير، قتل، ذبح، كل هذا كان مدروس وكان بطرق عملية واضحة وضمن سقف زمني، وصولا إلى خطوة بعد خطوة، وصولا إلى تشكيل حتى ما يسمى بالحشد الشعبي، هذه الميليشيات، هذه المنظومة الميليشيات، والاستمرار في بقائها وجعلها هي القوة الأولى، وصولا إلى قيام الميليشيات بتشكيل الحكومة بشكل علني. هذه كلها أنا أعتبرها خطوات يعني مقصودة ومدروسة وكانت بتخطيط وبوقت زمني وضمن سقف زمني. كان وجود ثورة تشرين في عام 2019 حدث استثنائي، حدث غريب، حدث شاذ بالنسبة لهذه المنظومة لم تضعه في حساباتها. كانت تعتقد أن تفاجأت به؟ نعم تفاجأت فيه. تعتقد أنه هذه الحاضنة التي يسمونها بين هلالين الشيعية لن تخرج عليها، قابلة بهذه القصة خونيات، هذا الكلام الواسع اللي احنا جينا من أجل المظلومية واحنا جينا واللطوم والمعرف منه، وقابلين بهذا ويستمر الفساد ويستمر الخراب وتستمر الفوضى وتستمر السيطرة على العراق بهذه الطريقة لصالح قوى إقليمية أولها إيران الحقيقة وقوى دولية معروفة أمريكا. هذا الوضع. تفاجؤوا بوجود هذه الثورة، وهذه الثورة من أهم مميزاتها أنه اللي قاموا بها شباب صغار كان المفروض أن يكونوا يعني وفقا للتربية، وفقا لمنهج الإعلام، لمنهج والتعبئة والتحشيد، والتعبئة والتحشيد، أن يكونوا قنابل طائفية، لكن جاءوا عابرين للطائفية، يطالبون بوطن، يطالبون حرقوا الأحزاب هذه التي يعني اعتبروها متآمرة عليهم، أحزاب العملية السياسية، وأرادوا إسقاطها، تظاهروا في كل الساحات، قاوموا القتل، قتلوا من عندهم، لذلك خرجوا بهذه القسوة، تعاملوا معهم، قتلوا 1000 وجرحوا 30,000 واختطفوا كثير واعتقلوا الكثيرين، وكادت هذه الثورة أن تسقط العملية السياسية بكلها. الخطف والتغييب ما زال مستمرا، لم يتوقف. وكادت هذه الثورة أن تسقط العملية السياسية، كانت العملية السياسية يعني قاب قوسين أو أدنى لكي تسقط، يسقطوها هؤلاء، وكانت الثورة ماضية في طريقها لولا تآمر ولولا خطط كثيرة خارجية وداخلية تآمروا عليها بهذه الطريقة. الآن بعد هذه الثورة وبعض الخطوات التي جاءوا بها حكومة الكاظمي ما أعرف منه وصولا إلى حكومة السوداني، كل هذا والإطار يحكم والانسحابات، كل هذه ترتيبات لكي يقضوا على يؤدوا أي أمل في إمكانية قيام الثورة مرة أخرى. سنتحدث عن فرص نجاح السلطة في وعد
أي حراك جديد إن شاء الله في سياق هذه الحلقة. دكتور قحطان مساء الخير. مساء الخيرات والبركات أخي العزيز. الحقيقة قضية ملاحقة قوى السلطة أو خوفها ومحاولاتها لمنع تجدد أو تفجر ثورة شعبية كتبتها صحيفة نيويورك تايمز من تقرير في بغداد لمراسلتها، وتحدثت أن السلطة تسابق الزمن في ملاحقة الناشطين والمدونين، طبعا بذريعة أنه هؤلاء هذه الكتابات قد تهدد الأمن الوطني، الأمن الاقتصادي، الأمن المجتمعي وما إلى ذلك. تعتقد الحكومة لديها مؤشرات على انفجار شعبي وشيك على غرار ثورة تشرين، لذلك هي تسابق الزمن للحيلولة دون الوصول إلى لحظة الانفجار الشعبي هذه؟ أكررت رحب بك أخي العزيز وبالضيوف وبالمشاهدين الكرام. أهلا دكتور. فعلا هو هذا هو الهاجس الأكبر للحكومة، لأنها مدركة تماما أنها لن تأتي في قاراتها بما يتقارب مع رغبة الشارع ومطالبات الشعب في أي إصلاح الشعب يريده، وبالتالي هي ماضية بطريقها وبارتباطاتها الخارجية وبآلياتها الخاطئة، وهذا أكيد سوف يذهب بالعراق إلى أسوأ وأسوأ، وبالتالي تحصل حاصل أسباب التي دعت إلى أن تتفجر ثورة تشرين بتلك الفترة هي ما زالت قائمة الأسباب، وما زالت الظروف هي كما هي في البطالة والضياع والنهب والقتل والسلب، والعراق أسوأ بلد في العالم الوقت الحاضر بظل هذه العملية السياسية. فبالتأكيد هي تخشى ما تخشى أن يكون هناك حراك شعبي أقوى، سيما أن الحراك الشعبي الحقيقي لم تستطيع الحكومة أن تثني اتجاهه ولن تطفي جذوته، وأن أغرت البعض وأعطت البعض مناصب وكسبت البعض للدخول العملية السياسية العوجاء الفاشلة وقتلت الكثير وكذا، ولكن ما زال تحت الرماد جمر هذا متقد في نفوس العراقيين بشكل عام والشباب أيضا بشكل خاص. وبالتالي الحكومة تدرك تماما أنها أولا كما قلنا عاجزة عن تقديم شيء إيجابي، وبالتالي تمضي هي في خطئها وفي أدواتها الخاطئة وفي علاقاتها الخارجية والنهب والسلب والفساد. بالتأكيد سيتحرك الشارع، هم يحاولون أن يستبقون الحدث كما قال زميلي قبل قليل وكما تقول الجميع أنها الحكومة فوجئت بانفجار ثورة تشرين، فالآن تحاول أن لا تكون في هذه الحالة فتضع هذه القوانين التي تسمى الحريات و الذوق العام وما شابه ذلك، لكن الحقيقة هي أداة لكي تقمع أي صوت يتقاطع مع هذه الحكومة بحجة أن الرأي سيكون لا مطابق معها. شيء آخر، هي ما زالت أيضا تتابع الثوار وتتابع الناشطين من الثوار وتتابع خطاهم، ولعل بعض الاغتيالات بما فيها اغتيال المرحوم هاشم الهاشمي وغيره كله يدل على أنهم ما أظن في ما ذهبوا إليه في تعاملهم مع ثورة تشرين. نعم أؤكد هذا الذي حصل أو هذه النوايا في إيجاد هكذا قانون هو عملية استباقية من قبل الحكومة القائمة حاليا. دكتور سنتحدث لو سمحت لي عن قضية القوانين المطروحة الآن أمام البرلمان لملاحقة ناشطين بدعوى الإساءة للمقدسات الإسلامية والرموز الإسلامية، وهي طبعا غطاء لملاحقة منتقدي السلطة. دكتور أشكرك دكتور قحطان، صباح الناصر. مساء الخير دكتور. مساء النور، تحية طيبة أستاذ ماجد. أهلا وسهلا دكتور. الحكومة تلاحق الناشطين، تخوفهم الناشطين بالسجن أو الاعتقال أو تهديد أمنهم الشخصي، والحقيقة هناك مشروعا قانونين سيطرحان في على البرلمان، وهناك أيضا ما يسمى بجرائم المعلوماتية ولملاحقة طبعا تحت ذرائع وحجج تهديد الأمن الوطني، الإساءة للرموز الدينية للمقدسات الإسلامية وغيرها من التهم. الحكومة تحتاج إلى هذه القوانين وهي مدججة بالميليشيات والكواتم والتغييب والاختطاف والقتل، تحتاج إلى هذا الصوت القانوني أو السيف القانوني إذا صح التعبير. نعم، لسبب بسيط واحد. نعم. لتحصين نفسها، بمعنى لإضفاء شرعية على القمع، بمعنى أنها تستخدم القانون للتجاوز على القانون وعلى الدستور.
لأنها تريد تقتل وتقمع وتعتقل بغطاء قانوني، يعني بتشريع قوانين تسمح لها بفعل كل هذا ما فعلته في الماضي. في الماضي يعني لاحظ أنت محاكمة مثلا عمر نزار وغيره، وقعوا في حرج، اضطروا بسبب الضغوطات أن يقوموا بهذه المحاكمات طبعا الفلكلورية. أنا متأكد أن عمر نزار طلعوه من الباب الخلفي للسجن، فلذلك لأنهم يدركون أن الوضع متأزم، الحكومة فشلت تمام فشل ذريع وقد تسقط بأي لحظة مثل حكومة عبد المهدي، وأنها ستستخدم كل أدوات القمع طبعا من أجل إيران، أيضا من صالح إيران، فبالتالي بحاجة إلى غطاء قانوني للخروج عن القانون، وهي هذه اللي احنا نسميها بالعلوم السياسية حالة الاستثناء، أنك أنت حتى تفرض نفسك على القانون تخرج على القانون. وهذا بالضبط ما يحاولونه، أي لتحصين أنفسهم ضد أي اتهامات أو محاكمات مستقبلية في القتل أو القمع أو الملاحقة أو الاعتقال إلى آخره. نعم دكتور رافع، الحقيقة إذا كانت الكواتم والاغتيالات التي تعرض لها المدونون والناشطون والمتظاهرون، وأنت ذكرت الرقم يعني حوالي 1000 من متظاهري تشرين قتلوا وأيضا الآلاف قد جرحوا، لم تستطع يعني إنهاء، على الأقل إنهاء ثورة تشرين، إنهاء الأصوات والأقلام التي تنتقد السلطة ليلة نهار، فبهذه القوانين ستخنق أو تغتال أو تأد هذا الحراك الشعبي، هذا الحراك الاجتماعي على السوشيال، هل ستنجح السلطة هنا؟ أستاذ ماجد، أنت في كل مواجهة تحدث بين طرفين، كل طرف سواء خسر أو فاز يدرس، يعني لابد أن يخضع تجربته هذه للدراسة والتمحيص ويرى يعني أسباب فشلة وأسباب نجاحها لكي يطورها وأسباب فشلة لكي يتلافها. الشباب هؤلاء الذين قاموا بثورة تشرين من البداية كان عقلهم ورؤيتهم وتصرفهم يعني متقدم كثيرا بخطوات عن السلطة، لذلك كانت السلطة ليس لديها إلا اليد الضاربة، تقتل وتذبح وميليشيات واعتقالات ليس أكثر من هذا، أما بالتحشيد بالقدرة على تفتيت العملية السياسية بهذه الطريقة التي حصلت، هذه كلها كانت للشباب. الشباب عندما خرجوا من الساحات واعتقدوا يعني بعد أن خسروا 1000 قدموا أكثر من 1000 ضحية وثلاثين ألف جريح وكذا، هذه خسارة بالنسبة لهم لأنه لم يحققوا أهدافهم، لم يصلوا للأهداف التي أعلنوها. بالتأكيد درسوا هذه العقول النيرة الشبابية، درست أسباب فشلها، أسباب عدم قدرتها، ما الذي ارتكبته من أخطاء وستتفاداها بالمستقبل. مع أخذ يعني بنظر الاعتبار، نأخذ بنظر الاعتبار أن الظروف مثل ما قال الدكتور قحطان، الظروف الآن في العراق أسوأ مما كانت عليه في عام 2019، فساد في أعلى مراحله مستمر، الميليشيات الآن سيطرت بشكل أكثر، القتل، الاعتقالات، التهجير، العطالة، البطالة، الفقر، كل هذه الأمراض كلها تفاقمت الآن، يتعمق هذا الوضع. هذا كل عوامل الثورة تحيي الثورة وتدفع بالثورة لأن تكمل مسيرتها. والشباب الذين قاموا بالثورة لابد وأن درسوا بالتأكيد درسوا العوامل التي حصلت، فبالتالي هم يعرفون أنه هذه السلطة بتفكيرها القاصر والكسيح ستذهب إلى وضع قوانين ووضع قرارات لكي تمنع وجود هذه الثورات. لكن دعني أقول لك، ليدرسوا التاريخ كله، كل الثورات التي حصلت هنا وهناك في كل العالم لم تقف في يوم من الأيام أي قرارات وأي قوانين من كل السلطات الاستبدادية أمام ثورات الشعوب، يعني ما لها قيمة، ستسحق بالأقدام، ليس لها قيمة مهما فعلوا، عندما الشعب يقرر ثورته سيمضي بها ولن يلتفت إلى هذه القوانين والقرارات، لا تساوي شيئا. يعني هم يريدون أن يحصنوا نفسهم بهذه لكي يضربوا ضرباتهم ويقولوا للعالم أن احنا استخدمنا حقنا القانوني والدستوري في مواجهة هؤلاء، ويتهمونهم اتهامات.
أنت عندما تعود إلى ثورة تشرين ستجد أن الاتهامات كانت كبيرة جدا. اتهموهم بالبداية أنهم بعثيين، وعندما واجهوهم الناس قالوا كيف بعثيين؟ هؤلاء غالبيتهم ولدوا بعد 2003، ومن هو أكبر منهم كان عمره لا يتجاوز 10 سنوات عندما حدثت يعني الاحتلال 2003، فليس لهم علاقة بالنظام السابق وليس لهم علاقة بالبعث ولم يعيشوا هذه الفترة، فما لهم علاقة. اتهموهم أمهاتهم آباءهم ما أعرف منه، وصلوا إلى الجوكر الأمريكي، الجوكر الأمريكي إنه أمريكا، وكأنه أمريكا ليست هي التي جاءت بهذه الأحزاب وجاءت بالعملية السياسية وكتبت لهم الدستور وهي التي تحمي نظامهم وتحمي ميليشياتهم. يريدون أن يتبروا حتى من هذه القضية ويرموها على، فهذه اتهامات كبيرة الحقيقة، وإجرام وقضايا أخلاقية، تهمهم بكل شيء، وهذه كلها جزء من محاولات وأد الثورة. لكن هل انتهت الثورة؟ لم تنتهي، لأنه كل هؤلاء الذين في العملية السياسية، كل هذه الحكومات التي جاءت من عام 2003 لحد الآن ليس من مهمتها بناء العراق، مهمتها تخريب العراق. نعم. والشعب يريد بناء وطن، يريد استعادة وطن، لذلك كانوا ينادون نريد وطن، هذا الشعار ما زال قائما وما زال قادرا على أن يقاوم في الساحة. دكتور قحطان، بعد هذه الدماء التي سفكت في ثورة تشرين، 1200 قتيل شهيد من المتظاهرين وآلاف الجرحى أيضا، برأيك أيهما أكثر كلفة؟ أن السلطة تصغي لهؤلاء الشباب وتستمع لهم بهذه المطالب المحقة وضمن الإطار الوطني العراقي، أم أنها تهرول إلى الخيار الأمني الوطني فيما لو تجددت التظاهرات مرة ثانية، الخيار الدموي؟ والحقيقة قريب من العراق، عندما السلطة هرولت للخيار الدموي يعني كيف انتهى المآل بهذه البلدان إلى الخراب التام؟ أيهما أكثر كلفة على السلطة، أن تستمع لهؤلاء أم تجابهم بالرصاص وتسفك الدماء؟ إذا أخذنا تجارب العالم بالتأكيد أكثر كلف للحكومات العالم أن تذهب بالاتجاه المعاكس إلى رادة الشعب. نعم. أو أن تحاول تقمع الشعب، الشعب لن يقمع إذا ما قرر أن يقوم بثورة للتغيير، لأن دائما إرادة الشعوب هي أقوى من إرادة الطغاة والآخرين. ولكن الوضع العراقي يختلف تماما، العراق ليس فيه حكومة تملك إرادة ذاتها بنفسها لكي نقول لها أيهم الخيار لك يا حكومة، هي أساسا تابعة إلى جهات خارجية، فهي أساسا عبارة عن خيال مآتة ليس أكثر. أنا ننصح الحكومة الآن، لأن بالتالي الذي أتى بهم قد يتناسل عنهم لأنهم أدوا واجبهم وفشلوا سيتركونهم. الكلف أكبر باهظة عليهم وعلى تاريخهم وعلى مستقبلهم إن ذهبوا باتجاه يتقاطع مع رغبة الشعب ويتقاطع مع رغبة الفاسدين سواء في العراق أو في خارجه. أما أن أعطوا للشعب حقوقه سيكسب الشعب ويكسب البلد ويكسب هؤلاء أيضا، لأنه سجل لتاريخهم بأنهم على أقل تقدير جاءوا إلى حيث الحق وجاءوا مع الشعب وتركوا الانحراف الذي بدأوا فيه. ولكن أكرر للأسف الشديد أن هذه المجاميع لا تملك إرادة ذاتية خاصة بها لكي تذهب بالاتجاه السليم فتذهب إلى إرادة الشعب. أعتقد أنها سوف تعنت وتذهب بالاتجاه الذي قالوا زملائي بأنه يظنون أن هذه القرارات ستحمي سلوكهم السابق باعتبارهم طبقوا قانون، ولكن القانون أساسا عندما يسن ويشرع في ظل احتلال وفي ظل إرادة لا توافق مع إرادة الوطنية تكون سب على صاحب القرار. وغالبا ما ألغيت قرارات كبيرة عندما أزيلت أنظمة كانت تابعة للقوى خارجية. إذن ردا لسؤالك سيد العزيز، نعم هم سيذهبون إلى حيث الأصعب الكلف الأعلى، وهي بالضد من إرادة الشعب لأنهم مسلوبي إرادة. ونصيحتي لهم أن يستمعوا إلى الشعب ويصححوا مسار الخطأ العملية السياسية، وإلا البلد ذاهب إلى حالة أسوأ لا قدر الله. نستأذن من الضيوف الكرام في حلقة طاولة حوار ومن المشاهدين الكرام أيضا لنتوقف عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش بعد الفاصل. We'll be right back.
برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندريها صار لهم 4 سنين، ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث في محاولات قوى السلطة منع تجدد ثورة تشرين في العراق. ضيف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور قحطان الخفاجي والدكتور صباح الناصري. الدكتور صباح، الحقيقة التقرير تحدث أن الحكومة تجهد نفسها، تسابق الزمن في السيطرة على ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وملاحقة المدونين والناشطين والكتاب وغير ذلك، وطبعا إيحاء بالتهديد أو سجن لمنع أي تظاهرة. هذه الأساليب البالية والقديمة للأنظمة الاستبدادية في ظل هذه السماوات المفتوحة، في ظل هذه المواقع التي لا تحدها حدود، متاحة أمام الجميع، المعلومة متاحة أمام الجميع، يعني هذه الأساليب الاستبدادية والبالية والقديمة في يعني ملاحقة المناهضين أو المعترضين، هل ستنقذ السلطة من هذا الحبل، من الغضب الشعبي أقصد؟ نعم أستاذ ماجد، لو نرجع شوية بالزمن إلى خلينا نقول 2010، راح تلاحظ أن حكومة الإطار، هي كلها حكومة إطار، هي كلها دعوتشية، هي كلها حزب الدعوة ومنظمة بدر، تلاحظ أنه في 2010 قدموا مقترحات لمشاريع لقمع حرية الرأي. في ذلك الوقت كان هناك أزمة تشكيل حكومة، ثم بعد ذلك صارت الانتفاضات في المنطقة العربية، في تونس، في مصر إلى آخره. ثم تجد أيضا مرة أخرى حاولوا أن يقدموا مقترحات هذا القوانين قبل 3 سنوات، والآن مرة أخرى. إذن أكون نقطتين لازم نوضحها. النقطة الأولى أن هناك تواشج ما بين يعني تقديم مقترحات أو مشاريع تشريع لقمع الرأي عندما تكون هنالك احتجاجات أو خوف من ظهور الاحتجاجات، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية عندما يكون النظام في أزمة، أزمة حقيقية وليست فقط أزمة سياسية، يعني أزمة تهدد وجود هذا النظام أو سقوط الحكومة. هذول الاثنين في حالة العراق مرهونة بشيء ثالث، بطرف ثالث اللي هو إيران، أكثر حتى من أمريكا، اللي هو إيران. لأن هذه المنظومة تؤدي وظيفة فقط، ما هي وظيفة هذه المنظومة من 20 سنة؟ هي تفكيك الدولة العراقية وعدم السماح لإعادة بناء الدولة العراقية، هذه وظيفتها. يعني بمعنى آخر، هؤلاء مرتزقة سياسيون. المشكلة وين؟ لاحظ أنت مثلا هناك خباثة بالخلط ما بين القوانين، يعني خلينا نقول ما بين قانون جرائم المعلوماتية وحرية الرأي وما بين قانون مثلا العقوبات. كثير من الإشارات إلى تجريم حرية الرأي هي أصلا موجودة في قانون العقوبات، ما تحتاجها، ولكن مثل ما قلنا يحصلون نفسهم ضد فاشية القتل والقمع. لاحظ عندما يكون وزير التعليم العالي من ميليشيا عصائب أهل الحق، عصائب أهل الباطل، عصابات أهل الباطل اللي هي طبعا موجودة على قائمة الإرهاب الأمريكية، قيس الخزعلي وأخوه ليث اثنينهم على قائمة الإرهاب. عندما يكون رئيس الوزير الدراسات العليا ميليشياوي، يعني قربه من العلم والمعرفة والدراسات العليا مثل قرب إبليس من الجنة.
هذا ما أجى اعتباطا، هذا إجى بإعاز إيراني. والهدف منه، الهدف منه، لاحظ المؤشرات الأخيرة مثلا ما يسمى الحشد الشعبي، عنده جهاز تعليمي تربوي خاص به بعيدا عن وزارة التعليم التربية والتعليم، يبعث 5000 حشداوي إلى طهران، جامعة طهران، حتى يدرسون هناك كيف يديرون مؤسسات الدولة والاقتصاد العراقي حسب منهجية الحرس الثوري. لعبودي هذا الميليشياوي يفتح ميليشيا كليات وجامعات إيرانية في العراق حتى يجيبون حرس ثوري حجة الطلاب إلى هذه الكليات والجامعات. بعد فترة من الزمن يجنسون عراقيين ويخلقون طبقة سياسية إيرانية تتحكم بالعراق وتمنع إعادة بناء الدولة العراقية. بمعنى قضية قمع الرأي وحرية الرأي والتنظيم والاحتجاج هي ليس فقط خوف، إنما مشروع تقف خلف إيران بالدرجة الأولى بدعم أمريكي لحاجة أمريكا الآن للهدوء والاستقرار في العراق. يعني هذا كله يتم بمعرفة رومانسكي، مو بعيدا عن رومانسكي، بس الأمريكان إدارة الديمقراطيين يردون هدوء واستقرار نسبة في العراق وإيران من أجل مصالحهم والانتخابات السنة القادمة. فيفتحون المجال لهذه الحكومات الميليشياوية بالخروج على عن القانون، نعم، واستخدام آليات القمع الفاشية لقمع الشعب العراقي. بمعنى آخر يحاولون تعويم قصدية القمع قانونيا. نعم، أشكرك دكتور. دكتور رافع، الحقيقة مشروع قانون المقترح جرائم معلوماتية، وأشار لضيفنا من تورنتو دكتور صباح الناصري، طبعا بدعوى أنه مواجهة المحتوى السيء أو المسيء للرموز الدينية، وأنه أيضا من إذا ما نشر ما يمس مصالح البلاد السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، وهو طبعا تعريف مبهم، يعني الحديث عن فساد السلطة وطائفيتها أصبح مهددا للأمن الوطني في العراق ولمصالح الداخلية العليا والخارجية. أستاذ ماجد، قبل أن أجيبك على هذا السؤال المهم حقيقة، نعم، أريد أن أعرج على نقطتين أساسيتين، نعم، في حديثنا. النقطة الأولى، عندما كنت تسأل قبل قليل يعني أين الحكومة ستذهب، إلى خيار الأمني الأمني أم تتصالح مع الشعب؟ حقيقة ليس هناك خيار أمام الحكومة، يعني ليس الحكومة مخيرة، وهذا سؤال حتى في الافتراضي غير مقبول، نعم، يعني أمام الحكومة، أمام عقلية الكسيحة، هي ذاهبة باتجاه، لأن هي ما مطلوب من عندها أن تتصالح مع الشعب، لأن إذا تصالحت مع الشعب واستجابت للشعب، ما يطلبه الشعب منها سيؤدي إلى أسقاطها، إلى نهايتها، لأنه إنهاء الفساد، إنهاء الطائفية، إنهاء الخراب، إنهاء، وهذا يؤدي إلى، هذا شعارات ثورة تشرين، إسقاط العملية السياسية برمتها. هم من يقومون بكل هذا، فكيف يمكن أن يتفهموا الشعب؟ يعني معركة صفرية بين السلطة وبين الشعب. نعم، وهذه أيضا تنسحب على قضية الحديث عن إصلاح وتغيير. الحديث عن الإصلاح، العراق الآن عندما تسأل يعني هل في هذا الوضع القائم منذ 20 سنة، يعني هل ممكن الإصلاح كمفهوم للإصلاح؟ لا يمكن. بس هذا المصطلح نسمح، صار عقدا نسمعه، الإصلاح، التقويم، ما هو إرجاع العملية إلى مسارها الصحيح، لكي لا يصل الشعب إلى مفهوم التغيير والحديث عن التغيير، لكي لا يكون التغيير هو الأساس وهو الموجود وهو الحاضر وهو الثابت، فظل ندور في دائرة الإصلاح. إصلاح ماذا؟ عملية سياسية قائمة على المحاصصة الطائفية وعلى توزيع الفساد والخراب والدمار، كيف يمكن إصلاحها؟ كيف يمكن إصلاحها؟ إذا أصلحتها ستسقط كل القوى التي في العملية السياسية، إذا أسقطت العملية السياسية وأسقطت دستورها، لأنه حتى هذا الدستور لا يصلح. إذا أنت ذاهب إلى التغيير، هم لا يريدون الحديث عن هذا التغيير. فهذه القضيتين. القضية الأخرى التي تسأل عنها الحقيقة، اللي هي عن أي انتقاد للسلطة، نعم، أنه هذا يمس بمصالح العراق الوطنية العليا، نعم، السياسية واقتصادية وغيرها. نعم، هم يفكرون تفكير يعني كسيح وحقيقة وشاذ حقيقة. عندما يظهر نوري المالكي ويجتر التاريخ بهذه الطريقة، الحديث عن تاريخ وهمي، ويتحدثنا عن المجتمع والتاريخ والأديان والمذاهب والشعوب بهذه الطريقة الفجة، عندما يقف
الحكيم ويتحدث بهذه الطريقة الغريبة عجيبة، عندما تقف هؤلاء الذين وراء المنابر ويتحدثون بطريقة مهينة للشعب ومحركة للشعب ومحرضة للشعب على القتال والتخندق ضد بعضهم، ماذا يسمي هذا؟ هل هذا مضمون راقي ومضمون هابط؟ وعندما الشعب يطالب بحقه بالتظاهر، حقه بإسقاط كل الفساد والخراب، هذا مضمون غير وطني وغير مقبول، وهذا يمس الأمن الوطني، هذا لا يمس الأمن الوطني، هذا الحديث الآخر الطائفي المحرض على الطائفي، مو هذا يمس الثبات الاجتماعي، يمس التماسك الاجتماعي، يمزق المجتمع، يمزق البلد، يفجر البلد، هذا مسموح به، لكن ما مسموح لشعب يطالب بحريته باستقلاله بصيانة كرامته بسيادته بالقضاء على الفساد بتعليم راقي بطبابة وخدمات طبية جيدة بخدمات عامة بكهرباء بماء، هذه غير مسموح بها، هذه تمس بالأمن الوطني لكن تلك لا تمس بالوطن. فهناك خلط يحاولون أن يخلطوا به ويستخدمون قوة السلاح وقوة الميليشيات لإرغامك على القبول بما يريدونه، لكن هذه لعبة يعني مكررة وموجودة في كل الشعوب الدنيا وكثير من الدول واجهتها وكثير من الشعوب واجهتها ولم تنفع. هذه السلطات الاستبدادية تريد أن تفرض رأيها بكل ما تستطيع من قوة، ليس لديها إلا القوة، قوة السلاح وقوة الناس الذين يتحصنون بالخارج، والشعب لديه إرادة وقوة أخرى لا تقف معها تقف أمامها أي قوة أخرى. لذلك هذه المعادلة اللي حضرتك سميتها صفرية بين الشعب وهذه السلطة ماضية في طريقها، وهذه ستؤدي للتغيير 100%، لابد أن تؤدي للتغيير، لابد من اكتساح هؤلاء وإنهاء هذا الوضع الشاذ، لأنه الإصلاح والحديث عن الإصلاح هو يعني ليس قضية بسيطة ويمكن إصلاحها والمضي بها. هذه تاريخ 20 سنة سفكت به دماء وأرواح ذهبت وأموال وخراب ودمار وارتهان للخارج، هذه كلها جزء من هذه تكوينة الفوضى المطلوبة أن تبقى بالعراق لكي يبقوا هؤلاء على سدة الحكومة. دكتور قحطان، أيضا يتحدث الحقوقيون وناشطون عن نقطة وهي يعني خطيرة جدا، وهو دخول السلطة القضائية على الخط، حيث تحولت كما يقول الناشطون إلى قاطرة لسحق كل رأي معارض لقوى السلطة، بدل ما يكون هذا القضاء هو الحامي والمجير لهؤلاء الناشطين والمدونين والشباب الذين ينتقدون السلطة. أي تبعات لأن يتحول القضاء إلى أداة أخرى بيد السلطة كما الميليشيات، كما فرق الموت، كما في الأجهزة الأمنية؟ أخي العزيز، معروف للجميع أن العدل أساس الملك. نعم. إذا فقد العدل فقدت الحياة، مع أن أصبحت الدنيا غابة، فكيف نحن في عملية سياسية الفاسد هو المتسيد والقوى السياسية هي التي تتحكم في تشكيل الجهات الثلاثة لإدارة الدولة، التشريعية والقضائية والتنفيذية؟ إذا نحن أمام حالة أخرى أو وظيفة جديدة أكثر افتضاحا للقضاء عندما يذهب بالاتجاه هذا ويشرع للجهات التنفيذية ما يحميها من خطأ ستذهب إليه بكل ثقلها. هذا يؤكد إلى أن القضاء فعلا في العراق هو مسيس، ليس مستقل بما هو يقال. أيضا المقابل هو عملية تكامل في وظيفة بالاتجاه الذي يقمع الشعب وليس ينصح الشعب ويصحح حال المسار. إذا نحن أمام حالة أخرى أكثر مأساوية، لأننا قد نعلق بعض الأمل على القضاء ونشتكي القضاء عندما يساء إلينا من الجهات التنفيذية، أما الآن الجهات القضائية هي تتشرع للمنفذ أدوات القمع وحجة القمع، فتلك مصيبة أكبر. إذن هي كأنما ألقت بثقلها في الساحة بالضد من الشعب. حقيقة هذا أيضا سؤال في غاية الأهمية، أن تنتبه الجهات المعنية عن القضاء وتنأى بنفسها عن هذا المسار الخاطئ للجهات التنفيذية والجهات الفاسدة، لعل يحسب لها نقطة.
القضاء في العراق لا نقطة له لحد الآن نهائيا، كل الفقرات هي تأتي ما يتوافق مع العملية السياسية والمتنفذين فيها. أما الآن عندما يكون الهدف المستهدف منها الشعب العراقي، فنتمنى أن يكون القضاء عند مسؤوليته ولا ينسى القسم الذي قسم به بكتاب الله واسم الله وبشرفه أن يخدم العدالة. إذن أعتقد هذا هو توظيف أو هو تأكيد على أننا كنا نقول وما زلنا نقول أن القضاء مسيس وجزء من العملية السياسية الفاسدة، وما الذهاب بهذا الاتجاه إلا تأكيد على هذا، علما أننا نحن كسياسيين عندما ننتقد حالة سياسية معينة لا علاقة لنا بالسياسة ولا بخلفية الثقل الفكرية للسياسي. أنا عندما أنظر أمامي السيد الحكيم هو زعيم لكتلة سياسية، أنا أنتقده كسياسي لاختصاصي، أنا أنتقده عندما يعطي بفتوى دينية، وكذلك الحال عند الصدر. الصدر هو زعيم كتلة سياسية، عندما يقوم بعمل سياسي يراقبه المحلل السياسي يصحح يقيم كذا، هو لم يأتي بفتوى دينية لكي دكتور قحطان أو غيره يتدخل نفسه بشيء لا يعنيه. طالما دخل العملية السياسية رجل الدين، إذن يكون جزء من العملية السياسية. الجهات الأخرى تتبعه رجال السياسة وعلماء السياسة ومهنيي السياسة. لا خلط الأوراق هنا بهذه القرارات التي تدعون إنها حماية رجال الدين وحماية كذا، سوف تزيد هذا الخلط. هذا الخلط سوف يعقد الحالة على الذي يتابع لكي ينتقد ليصحح، لأن قد يؤخذ رأيه بأنه ضد الفئة الفلانية أو المذهب الفلاني أو الدين الفلاني، وبالتالي هذا تعقيد، تكميه الأفواه، تقليل نسبة المشاركة الإيجابية في التصحيح، وهو أيضا كما قلنا قبل وقال الزملاء هو شرعنا للقمع الآتي من قبل الجهات المنفذة الأمنية سواء المعروفة بالشكل أو التي هي خلف الكواليس سميت في وقت ما بالطرف الثالث. سوف يأخذ هذا القرارات سيفا له بيده ليقطع لسان الشعب وعقل الشعب. دكتور صباح، هذا النظام أنشأه الأمريكيون والإيرانيون يحظى حظية ويحظى بكل الدعم الإقليمي والدولي، مدجج بالمال، مدجج بالميليشيات، مدجج بالكواتم والحماية حتى من الملاحقة القضائية. أي عقل أن هذا النظام أمريكا وراءه والعالم وراءه تخيفه بضع كتابات تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بضعة أصوات، بضعة أقلام تجعله تشعره بالهلع والذعر فيهرول إلى الهراوات، إلى الكواتم، إلى المسدسات؟ يخشى هذه الأصوات هذا النظام؟ نعم، أي نظام استبدادي يعتقد أنه معصوم عن الخطأ، فأي نقد ولو كان بسيط يهزه في 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 جوهرة. فبالتالي هم يدركون، هم تلاحظ المجتمع الشيعي العراقي في الجنوب أكثر الشرائح العراقية مستهدف من قبل هذا المشروع الإيراني الأمريكي. لاحظ قنوات ما تسمى هيئة الإعلام الإسلامي، هي هيئة الإعلام الإيراني طبعا، مئات القنوات والتلفزيونات والمنابر والحسينيات ومعرف كلها تستهدف هذه الشريعة الكادحة البسيطة الفقيرة في الجنوب العراقي. ليش؟ لأن المشروع هذا أنا سميته من 2003 سميته مشروع التسفيه والتجهيل، محاولة تسفيه للعقل وللحقوق. حتى هذه مشاريع ومقترحات القوانين هي تسفيه للعقل والحقوق، لأنك تخلط مو فقط ما بين حقول قانونية أو سياسية أو ثقافية بخباثة، إنما أيضا تستخدم مفردات بطاطة وضبابية ومفتوحة بكل الاتجاهات تؤول حسب المصلحة وحسب المستهدف. هذا يعني بأنه بالرغم من كل هذا الدعم اللي يمتلك الإطار الإيراني، هو إطار إيراني حقيقة ما له علاقة بالعراق، هم الناس، أنا ما أدعي شيء، هم الناس يتحدثون أن هم إيران وخامنئي مرجعهم. لما تشوف أنت اجتماعات تلقى صوت خامنئي وخميني، فإذن هذه الناس تؤمن في مشروع إيراني. هذه الناس ما تمتلك رأي، هو ليش يقمع رأيك في النهاية؟ ليش يحاول اللي ما عنده رأي، ليش يحاول يقمع رأي الآخر؟ لسبب بسيط واحد،
لأنه يخاف أن أتباعه يسمعون رأيك ويقتنعون به ويتخلون عنه، ولذلك يتحرك من أجل قمع رأيك. نعم، أي نقد ولو كان بسيط يهز هذا النظام في صلبه في جوهره، فبالتالي يلجأ لكل الأساليب القانونية وغير القانونية وما فوق القانونية اللي سميتها أنا تعويم قصدية القمع قانونيا، من أجل أن يقمع ويسكت كل الأصوات حتى أتباعه وداعميه لا يسمعون هذه الأصوات. هي هذه المعضلة الحقيقية. نعم. بالنسبة لي. أشكرك دكتور. دكتور رافع، هذه الإجراءات سواء القوانين المقيدة، ملاحقة الناشطين بدعوى المحتوى الهابط، جرائم المعلوماتية، الكواتم، التغييب، برأيك هل ستنقذ قوى السلطة من هذا الحبل الشعبي الذي يزداد التفافا حول رقبتها، سيجعلها تشعر بالاطمئنان والأمان وتسترخي؟ أبدا، يعني دائما اللص يظل يشعر بعدم الأمان وبالخوف، وهم لصوص الحقيقة، يعني يسرقون الشعب، يسرقون حياته ومستقبله وأحلامه وأمواله وتراثه وتاريخه وحاضره ومستقبله، لصوصهم الحقيقة. لا يستطيعون أن يعرفون أن هذا الكرسي متحرك، وأن الأرض اللي تحتهم رمال متحركة، وأن الشعب ضدهم. هم لو كانوا سلطة خارجة من رحم الشعب لما خافوا من شيء، ولما يعني أخرجوا أي قانون، لأن الشعب يساندهم ويحميهم وهم جزء من عنده. لكن هم يعرفون هناك انفصال بينهم وبين الشعب، لذلك يبقون في حالة خوف ويحاولون أن يحصنوا أنفسهم سواء بالسلاح أو بالقرارات التي يعتقدون أن هذه القرارات قادرة أن تحميهم، قرار معلوماتي غير قرارات يمنعون الشعب من التظاهر، أي شيء يعملوا، يقطعون الطرق، وشفنا التظاهرات السابقة كيف قطعوا الطرق، كيف نزلوا القوات، تحولت الساحات إلى معسكرات لقوات أمنية، شاهدنا كل هذا. هذا لم يمنع الشعب من الخروج، يعني لم يمنعهم، وقتلوا 1000 شاب وجرحوا 30,000، هل توقف المد الشعبي؟ لا يمكن. هذا الشعب بالتالي يريد حاضرة ويريد مستقبله، يريد مستقبل أولاده وحاضر أولاده، يريد مدارس جيدة، ويريد بناء جيد، ويريد حضارة جيدة، ويريد يساوي الدول الأخرى، وهو يستحق هذا. هو تاريخه 7,000-8,000 سنة في عمق التاريخ، يريد أن يكون مثل باقي الدول، تنهض ولديها حضارة ولديها ثقافة ولديها تقدم، وهذا من حقه، وهو بلد يعني يصنع رجال ويصنع عقول وقادر ورفد العالم كله بعقول كبيرة. طيب هذا حقه، لماذا يصادر هذا الحق؟ فبالتالي هو يطالب بحقه، وهذه العملية مستمرة، الشعب يطالب بحقه وهناك السلطة تمنعه من هذا الحق، وهذه السلطة مأمورة أن ترعى مشروع تخريب العراق، تدمير العراق، وهذا الشعب مأمور بذاته بإرادته أن يحافظ على بلده. فبالتالي المواجهة قادمة لا يمكن إيقافها مهما كانت القوانين ومهما كانت القرارات. تؤجل لكن لن توقف. لن توقف أبدا. شكرا لضيفنا دكتور رافع الفلاحي، حياك الله، هنا في الاستوديو، والذي كان معنا في حلقة الليلة من طاولة حوار، ناقشت محاولات قوى السلطة منع تجدد ثورة تشرين. كما أشكر أيضا ضيفينا الكريمين الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية وكان معنا عبر سكايب، وضيفنا أيضا من تورنتو في كندا أستاذ العلوم السياسية الدكتور صباح الناصري كان معنا عبر سكايب. كما أشكركم مشاهدينا الكرام، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.